فيش. بس يعني بس انا في وجهة نظري يعني اللعبة كلها شبه بعض، يعني اللعبة كلها شبه بعض. ثمان اهداف انا اللاعب المصري لا بص شوكه بدون اسماء، ثمان اهداف المصري اخره كام؟ اخره 300,000 يورو يعني 6 مليون جنيه، 6 مليون جنيه 6 7 مليون جنيه. عارف ايه؟ في بلاد احسن منك في الكوره وافضل في كل حاجه وما عندهمش الاسعار الجنونيه اللي عندنا. يعني احنا دلوقتي ابتدينا نخش زي اسعار لعيبه الكوره زي الخليج، انت فاهمني؟ ده حرام. لا انت عندك دوري كويس بس الدوري عمره ما هيبقى كويس قوي ومش هيبان ومش اللعيبه دي مش هتبرز غير ما يبقى في جمهور في الملعب. انت النهارده لحد دلوقتي ما عارف الجماهير بالظبط طبعا. انت ازاي ان انت اصلا انت النهارده بتنظم امبارح بتنظم اللي هو الحدث بتاع اختيار لعيب افريقيا وبطوله امم افريقيه وبتوع وبالاخر ما بحضرلكش 5 في 10 في المدرج. بس ده تهريج. لا بتخش في حق اكتر لا دوت ولا بتخلي الزمالك؟ بص انا شايف اللي هو لازم يفسر عدم ايه. انا برضو يعني بص اقول لك الحاجة، احنا عندنا هنا برضو ايه بنحكم على البني ادم من غير ما نعرف ايه النتائج. يعني انت النهارده ممكن ما تجيش الشغل، مش هينفع اقول عليك اللي انت مثلا ايه عيان او انت كذا او ده بيأثر في شغله، ده ما جاش. لازم اسالك الاول انت ما جيتش ليه، فهو لازم يفسر الحته دي. لكن انا بخبرتي كده هو ممكن يكون يعني في شايل حاجه جواه، متضايق من حاجه كذا كذا. لكن برضو مش عايزين ايه، ما بحبش اقصى على حد او انتقد حد غير ما اعرف الاسباب. فهو انا شايف افضل حال اللي هو يعمل بياني يوضح عدم حضوره. بس هي خلي بالك برضو بتحصل بره اللي ممكن لعيبه ما تروحش او كذا او كذا او كذا. بس هي الناس كانت متوسمه خير، خاصه ان انت التنظيم كان في ارضك وهو برضو يعني هيضيف للحدث وجود. هو كمان بعد الحفله راح زاد الامور اكثر غموضا، محتاج المجلس انا بقول لك هي الموضوع دي بقى دي اللي ممكن تبين ان في مشكله بينه وبين الاتحاد ممكن الله اعلم. لكن انا برضو ما بحبش احكم على حد من غير ما اعرف اسباب الاسباب. احنا عندنا مشكله هنا برضو بنتسرع في الحكم على الاشياء من غير ما نعرف ايه التفاصيل.